أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، السلام عليكم. رمضان شهر الاجواء ديالو مختلفه 137 الف درجه على العام كامل، وهو نيت مختلف مع راسو. نهار ما يشبه الليل، واحد متوحش وواحد آلف، وواحد كيفيق مع اذان المغرب دف كعرقه وكيقصد الساكه، كيقول لك والله ما كرهنا نعيشوا العام كامل بحال رمضان. بغيت ندير فيديو على البرامج ديال رمضان اللي فات، ولكن المشكل لقيت راسي ما نفرج في والو من غير حديد دان اللي كان كيتعاود قبل الفجر. انت الفيديو قبل من رمضان بايام ليست بقليله، الا كنتو معولين تعاودوا مع ديك الوقيته بلاش لوحوا السيدي وديروا شي حاجه اخرى من غير الرمانه وبرطال، حيت هذيك هي الوقيته المفضله عندي، ماشي على سواد عيونكم لا، حيت كتسبقوا الاذان عندنا بشي 10 ثواني، وهذيك عاوتاني هي الوقت المفضله ليا باش نشرب برميل ديال الماء. 10 دقائق ديروا المزيان وونسوني فيها شي حاجه مزيانه. عندك ها انت 10 دقائق قبل اذان الفجر و10 دقائق من وراء صلاه المغرب، وديروا اللي بغيتوا في 24 ساعه اقل من 20 دقيقه اللي غادي ديروا معايا المزيان فيها. يلي نوينا القراح صابي جدا تقرحوني، صابي جدا تقرحوني. كيودن كتصلي كتشعل التلفازه كتلقاها لومه ديال الاشهارات، سبعه كولومير سينتا طويله مستين فيها الاشهارات. لا 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 لا، خلي المشاهدين يشوفوا المقلب، وكتمنى ليلى الحدي يكون عندها القلب صحيح. كيلوحوا لك النويطه ديال الكاميرا خفيه وكيعاودوا يركبوا سينتا طول من هذيك الاولانيه. تقرتي تسالي الماكله وواحد مازال كيقول لك الغابه نعمه بحالها بحال الدار. دخلت نشوف زعما اش داز داك العام، طلع لي هذا الفيديو، ما عرفتش علاش وليت فيما كنبغي نقلب على شي لعيبه كيبانوا. دابا هذه واش كاميرا خفيه ولا برنامج؟ دابا بغيت نفهم انا، من غير انكم كتصوروا في نهار واحد، علاش ما فكرتوش تبدلوا اللابس ولا الديكور والبلاصه مثلا؟ اسميتها كاميرا خفيه، كتكون عارفه غير انت والطاقم. وفي صراحه ما كان ساهل علينا نلقاو السيناريو المناسب باش نوقعوها في شباك الكاميرا الخفيه. حلقه 12 كمان عنده تصوير وما قالهاش المنار اللي 5 سنين هو كيعرف على ما قال، وفي نفس الوقيته معيطين المنار وتا هي ما قالتهاش الكمال، معيطين لا باش يعطيوها 4 المليون ديال الدرهم. انا عطوني مليون ديال السنتيم نفتح عليكم الري ونوريكم اش ديروا. بحال مثلا نحضي لكم دخلات لابسه الشال شويه غبر وهي داويه حتى ولا فوق الكرسي. هذا الدوبلاج. لا لا هذا ماشي صوتي، هذا الدوبلاج. قالت ماشي صوتها، هذا غير صوت الدوبلاج، وبغات تعاود تاكد. انا اوه حلفي بالله ما انتي جات الفسره، تابعهم حتى لتركيا باش دير هذه اللقطه. مدام حرام ناضت من الكرسي وقالت لها خذي بالك من عيالك. ديك الساعه قال لها هذا السيد اجد مدام تقدر تكون ساهي زعما وما طرتش البال انها غير ناضت من الكرسي عمر في الخفا. كاين كرسي واحد دايرين عليه النوبه، بلاصه في ستاد دونور من اللي كيكون ملعوب الديربي في كاس العرش. واش هي مولات المنتوج ولا الممثله اللي كانت غدير معكم هذه الاجابه؟ انت باش عرفتيك خاصك 15 يوم باش تنطقي جمله. بلاتي هو كرسي خاوه العشران، صبر ها هو عمر. الله الله كاع الاحلام الورديه اللي عشتها في الاول رجعت بغطاط. لا بغطاط ما دايرش بحال هكا خويا طارق، انا فان ديالك من بكري، ما يجيش معاك بحال هادشي تحسن. وحتى فاطمه الزهراء بن ناصر فنانه اكبر من انها تادي هكا. الفنانه امال صقر جميله الجميلات، بكثرة ما انا فان درت جامل كاع التصاور في الانستغرام، انستالي في سناب شات على قبلك، ما نقدرش نقول على الحلقه ناقصه، واخا حاطين ماك اون فاس مع الكاميرا وما مخلصينش على الاشهار. انت مالك هترتي ترى التفاحه هذيك حاطينه للزواق؟ حاجه من الحاجات اللي بغيت نفهم، واش كاميرا خفيه باش نضحكوا ولا باش حلل وناقش؟ العرب فاهمين ان كاميرا خفيه باش تضحكني خاصك تجيب ممثل ودير راسك كتخلعو ولا تحطو في مواقف حرجه وهو كيقبل يمثل وكيولي بعرور. صيدوا بكاميرا خفيه حلقه جوج يمكن، هو نيت صيد الساتي في الحلقه 24، والواعره انها في نفس النهار وفي نفس البلاصه وبنفس اللبسه. دخلنا عليكم بالله، واش مستهدفين الشعب المغربي ولا شي شعب اخر؟ يلا وصلاتوا التلفازه. اما الشهبين كتلقى كاميرا خفيه عندهم لقطه في 10 ثواني كتضحك وزيد في حالك، كيجيبوا الاخر حتى هو 10 ثواني كتضحك وكتزيد في حالك. الرعب الحقيقي وفي الواقع وكيتصور بكاميرا خفيه هذيك اللي ما كتبانش، واخا كيرعبوا بنادم الرعب اللي كتخيل راسك وانت طحتي في ذاك الموقف وتقدر القلب يسكت كتسطع عليهم بالضحك. هنا غادي تحس براسك انك كتميل للساديه، كيعجبك تلذذ بالام الطرف الاخر. موضوع طويل وحتى انا سامع به. بالخف كيقولوا لهم بلاتي بلا راه كاميرا خفيه كنضحك، كيبرد صافي طيرها منه خلعه وبالخف صافي طفل عافيه. اما كاميرتنا حنا وما كيخلعوهم وما كيضحكونا. تمنيت انا كنت طبقات على الساديه نشوف امال البريئه. زيدي تندوي معاك خليني هنا
اكون واد حشم. قبل ما نمشي نبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير ومزيد من العطاء والالقاب والتحديات وتطور المستوى، وان شاء الله كنضرب لكم موعد ورا رمضان ان شاء الله الى طول لنا ربي العمر غادي نشوفوا الى تقدمتوا ما غلقوا ما نقولوا غادي ندوروا الانتاج السوداني نطلقوا عليه قنيف هو هو ديك الساعه نشوف واش نقدروا نديروا. وقضيه المليون سنتيم نقدر ما ناخذهاش انا، هي خدها واحد اخر غاو يرد البال العيبات ولو غير في المونتاج. صعبوا علينا الخدمه، راه تقدر تتفرج في حلقه واحده وتجبد منا الخير والبركه. الى عجبك الفيديو بارطاجيه باش يشوفوا واحد اخر ويعجبوا ويشوفوا واحد ويبقى غادي تيوصل لذاك الانسان اللي كيمونطي ولا مسؤول ويرد البال وما يخليش. غنبقاو نعاودوا في الهضره عفشه دير تلاو.